هلا فيكم يا شباب، شخبركم شو اخباركم؟ رجعنا حلقه ثانيه من سلسله بي تي سايلنت هيل. طبعا يا شباب حلقه الماضيه كثير حلوه، واللي ما حضرها روح احضرها صراحه ما تفوت برضه عشان تفهموا شو بيصير معنا. طبعا حلوه الحلقه الماضيه، بلشنا اللعبه وشفنا يعني قديش هي مخيفه وفيها الغاز وبازل. حلقه اليوم راح نكمل ونشوف شو بيصير معنا. فرقه مشرف قناه تمشى مقطع على النص جيتكم تري لل 4100 مشترك، ويلا نبلش. طبعا يا شباب يا ريت بس تعملوا اشتراك او متابعه على حساب الانستغرام تبعي، راح احط لكم اياه هون ما بعرف اي شقه راح يطلع anyway. فاعملوا لي متابعه وراح انزل يعني اشياء الالعاب صور من حياتي اليوميه فاس اوكي. وهات نكمل اخر مرحله، وصلنا على الغرفه هاي كانت في ضوء احمر وما عرفناش شو نسوي. طبعا دورت على النت اكتشفت انه يا ساتر في هون راح تطلع رساله او شيء بيقولوا دقيقه، وفي كمان رساله راح تطلع لازم نحاول ننقلهم لبعض. في وحده هون لازم تكون وات صراحه مش عارف هيك قرات على النت انا. اوكي بعد ما ندخل من الباب هذا راح تطلع الرسالة بتوقع. كمان مش مشكلة غشينا شوي استعملنا النت يعني من مش فاهم شو راح نسوي كنا. اوكي I can hear them calling to me from، استطيع سماعهم ينادونني من. طيب الكلمة الثانية زي ما حكيت موجودة هون هي هيلو مرحبا. طيب لازم كل شوي انه نطلع من هون نروح نمشي لهناك بنلاقي انه الاحرف اختفت. حبيبي هي راح حرف، هات نتأكد بس. ايو هون اي ال هيو. طيب نشوف. اوكي راح كمان حرف المفروض هلا. او جاد الاصوات اختلفت الصراحه. استطيع سماعهم ينادونني من الجحيم هيل. فتحت البواب الصراحه بلشت اعرق وضغطي يرتفع لانه مبين في مصايب هلا. بسم الله ناخد نفس. يلا رقم تليفون، في رن التليفون. لا مش التليفون. ايه ده الراديو اختلف صوته. ايش اشي هون مفتوح البوابة. اوكي عتمي كل شيء. تركض وين احنا؟ نفس المنطقة نفس المنطقة يا عالم. اوكي شو بصير معنا؟ بلشت احمى حاليا. او جاد اعتقد شفت غرفة ضاوية. الحمام راح البيبي ابو لحمة هذا. عتمة باب الدار مسكر. طيب اوكي في عين جوا. هلو شو بتسوي هون؟ شو بصير؟ في اشي لازم نسويه صراحة مش عارف. او جاد اخيرا لقيت اشي، لقيت حفرة في الحيطة. في حدا جاد قتلها. جاد ايه العنف ده؟ هلو الحمام. You got fired so you drowned your sorrows in booze. She had to get a part-time job working a grocery store cash register. هو اللي بحكي البيبي. Only reason she could earn a wage at all is the manager liked how she looked in a skirt. You remember, right? Yeah. Exactly 10 months back. اصمت يا ابني اصمت. طيب هي جزء مني. اوكي شكرا لك.
هذا نكمل بل كده طلع لنا اشي تاني. نفس القصة رجعنا نلف. اخيرا اخيرا كمان يلا. يعني رجعنا للضوء وراح الضوء الاحمر هذا المتخلف. اوكي هاي الدرج اخيرا خلصنا المرحلة يعني. طيب حاليا ايش في عنا؟ نشوف شو في عنا هلا ايش جديد. الحمام مفتوح حاليا. اشي بيبي اشي اشي اساسا. طيب مش موجود الاخت هون. والباب مفتوح نوب مسكر الباب. في اشي في اشي مش مشكلة. بلشنا الصراحة. شو اللي صار؟ في اشي صار. هات نرجع نشوف اشي بالحمام صار. في اشي صار بس مش قادر اعرف شو هو. بعدين 2048 63 مش فاهم ايش انا. 2048 63 2048. بس يا ابني ورب الكعبة انا خايف. خلاص خلاص يا ابني والله ايه ده. اوكي رجعنا هون شكله في اشي جديد. او جاد البوبو لساته هون. طيب نفس الرسالة على الحيطة. الأخت بعرفش زاد هون. الباب مفتوح هات نمشي. ما طلع في درج هون ايش هذا. صح اللوحة هات نجمعها. هاي التانية لانه عدت اللعبة. هذه المشكلة اللعبة ما فيها تسييف فكل مرة كنت اعيد اللعبة من اول جديد وارجع اصور. فالتقدم اللي مشيناه المرة الماضية رجعت عدته الصراحة. فهات نرجع نعمل لوحة. ضلت شغلة واحدة. وين الأخيرة؟ عند الراديو. هات نعملها يلا. هيا ياس. هات نشوف اللوحة حاليا. كمان اوكي اللوحة اكتملت. اوكي هات نلف ونرجع على البوابة. اوكي رجعنا على الغرفة كمان مرة. ان شاء الله ما يكون في اشي. لازم نعمل اشي في البيبي. هاي الثقب نفسه اللي كنا نتفرج فيه او منه. اوه جاد اوه جاد اوه جاد. انا بقول اهرب الصراحة. وين راح الباب؟ بلش يطلع اصوات الصراحة. نفس الغرفة. اوه جاد اوه جاد. البيبي بيضحك. صفرت الساعة 00. اوه جاد اوه جاد. في صوت حدا هون والله. شكلها جاي علي والله. الصوت بشد. الحمام اللي بيبقى قاعد محله صراحة بلشت اخاف.
صوت غريب صار. زي موسيقى. اوكي اوكي اوكي. هات نلف ونطلع من البوابة. لا صوت جاي من هون والله. اركض اركض. اعوذ بالله اعوذ بالله. اركض. رجعنا في الغرفة. طيب هات نعيد المرحلة ونهجم عليه بس طلعنا. او جاد. يلا. ما جاتش. ما جاتش لسه. وينك وينك وينك. يلا. خلص خلص عرفتيني. صراحة الصوت لحاله هو المزعج كثير. خلص هيك متنا يعني. اخيرا خلص والله وترتني يا عالم. اوكي يا شباب رح انهي حلقة اليوم هون. للاسف يا شباب مش رح اقدر اكمل اللعبة نهائيا. مش قادر اكملها. في شكله زي جلتش. بضلني اعيد المهمة اكثر من مرة. فحصت على النت في كتير شباب قدروا يتخطوا المرحلة. انا مش قادر اتخطاها. في شباب عالقين بنفس المرحلة. دورت على صفحة المطورين اللي عاملين اللعبة ساحبينها من المتجر. لانه يعني صار فيها مشاكل. فللاسف مش رح نقدر نكمل اللعبه. فعلى القليل يعني تسلينا وعملنا حلقتين حلوات. ان شاء الله رح بتشوفونا بحلقات جديده يعني بالفيس كام بسلاسل احلى رعب غير رعب. فانتظرونا على القناه. متحمس كتير تشوفوا يعني محتويات احلى. هذا مجرد لعبه يعني مش نازله على السوق. مجرد مطورين اشتغلوا عليها. وهيك نكون وصلنا لحلقه اليوم. يا ريت يا جماعه تعطينا احلى لايك اذا ما كنت مشترك في القناه. تشترك في تريك فيها تبع شيء المقطع لما وصلت لكم تاريخ لل 4100 مشترك. نشوفكم في الحلقه القادمه. والسلام علينا وعليكم. باي باي.